عليكم، كنتمنى تكونوا كاملين بخير على خير. مرحبا بكم معايا في هذا الفيديو هذا جديد. عندي شحال ما عملت شي فيديو، نتوما عارفين شنو كاين، حالتي بحال حالتكم، ما كاينش شي حاجه جديده غير الدار واللي كتعمل اليوم كتعاود تعملو غدا، يعني ما كاينش شي حاجه سبيسيال. وتما ورا شويه على قدو، نتوما عارفين جلس الدار اش كيعمل. انا مي بدا الحجر الصحي خرجت واحد مره، هذه مره ثانيه. المهم دابا حتى رمضان عليا ضروري خصني نمشي نعمل لي كورس بيدي. غادي نمشي ندي ماما دابا، ومن تما كوكو هذا مسكين محبس كامل بينا محبسين دابا. غادي نمشي غنمشي ندي ماما، نهز ماما نمشيو للفارماسي خصني نجيب شي دواء وسيتهم على شي كريمات، ومن تما غنمشي نتاخر عند السوسي اللي كيبيع لي قامة وديكشي على حسب دابا نتوما عارفين رمضان. ومن تما نمشيو نتاخروا مكازا، ما عرفتش من مكازا غادي نمشي. المهم خليكم معايا، المهم خارجه قلت نعمل شي فلوك. الدار انا قلت لكم شويه كانا عارف اكتئاب وسلام، مع الجو مزيان ونحنا محبسين كثار كتجي قنطه. هاد معايا طبعا الماتريال، ديت هاد لي ساك هادو اللي كنعمل فيهم الصخره، باسكو هادوك اللي كيتيواك في مكازا كيتهرسوا دغيا، وعادك اللي في كل غايت ما عندهم شي سيكان، الوغ جو بريفير كندي هادو ما كيتقطعوش كيتقطع ماشي كيتهرس. نديو شي عليا، وديت معايا مسائل المهم جمعتهم هنايا، عندي ماسك، عندي لي غون و ديسانفيكتون. المهم ما جو بريفير ما نعملهم شي دابا حتى الصهط بزاف، وعادك هذا انا لبسات الخرسي مسحبليش الصهط حتى لهاد الدرجه، وعادك كيخنقني هاد الماسك. قلت نوصل تما عاد نعملو، حتى نوصل ندير يعني تنمشي مور ماما من بعد نعملو. ايوا وصافي هذا مكان رجعنا كنخرجوا كنحسوا راسنا بحالي ماشي محاربين. ها ماسك عاد ديك مور الخروج ملي كتمشي تسخر كثر وكثر تدخل وبقاتني طوي داكشي بشافيل. اي والله اللي خرجنا هادشي على خير وسلام. كتعرفوا على الصهط الموت الصهط، وانا لابسه هاد الخرسي باش عندي الدار بارده ما كنحسش بالسخانه حتى كنخرج، ديما كتوقع لي سي با لا بروميير فوا. الجو غزال، الدنيا مثل ما كتشوفوا يعني ماشي خاويه مره، عامره كاينه الناس يعني حق في حدود يعني ماشي في ماشي بزاف ماشي معايقه. ماما كتكتب لي ميساج فايتينا تعطلت عليها. ولادي النهار اللي بدا هادشي ما خرجتهم شي مره، ما خرجوش من الدار. انا كنشوف عيونكم ميم كيخرجوا يعني ماشي ما كيخرجوش شي مره. انا جو بريفير اللهم السلامه ولا الندامه، الندم يقنط مره وحده. وعادك يعني باش كنشوف هادشي كيزيد كنقول كوميم كيخدو حتى واحد ما كيخرج، ما كانش هادشي غادي يزيد يعني كان غادي هادشي غادي يوقف. البنادم باقي كيخرج ماشي كلشي كيحترم الصراحه. تخرج بالماسك صافا ولي غون داكشي، البنادم كيخرج بعمل منه عادي، ماشي مكاينش ديك ان متر دو ديستانس وداكشي، يعني ما كايناش ديك الهضره. وصلت عم ماما، بابا فيك يطلع كل شيء راه محبس. صافا الله يرجعنا حتى الوالدين ما كنشوفوهمش كل شيء محبس. وي صافا شي واحد مرايا خصو يخرج فينا المهم. رجعت للدار عاوتاني، المهم جاني الصهط بزاف، والو الخرسين بصغي هادي هي خفيفه الصهط بزاف مع ديك ماسك في وسط وجهي، ما حيتك انا الجسم ديالك ما حيتك وجهك. الوغ لبست عليا هذا التكيت هزيت هادي صافا صافا ماما الحمد لله. الله يسهل هذا. فوالا جينا لهنايا لاغيوايي، هاد الموطا هذا في اندرليكت بنات اللي ما كيعرفوش، جينا هاد سوبر مارشي اسمه طونجي. انا اول مره غادي نجيلو، بغينا ندخلو هنايا من باب ديال لا رونتري برينسيبال. قال لك لا خصك ترجع من لاوري باسكو كاينه بزاف الناس كيتسناو كيدخلو شويه بشويه، وانا با لو شوا. قلنا نجيو من هذا كيبيعني كلشي باش تاخروا عنده قزار وميم طون نشريو لي قامه وديكشي. هادي كتشوفو فيلا كاينه كيفرقوا عليك الماء
الناس ديال اللي خدامين تما كيفرقوا الماء. المشكله قلت ماما كيفاش غنشرب انا ماسكو وانتيس، تخاف تأدي شي حاجه دابا. الباب كيقول لك فو با دي باسي دي مينوت كوم سا باش يبقاو يخرجوا ويدخلوا الناس اخرين. كوميم راه فيلا طويله كانت مورانا ناس كتسنى، صافا عندهم كل شيء. انا ماشي بزاف كنت شفت واحد البنت عندها شان يوتيوب، كانت نزلت واحد الفيديو هنايا في هذا الموضع، قلت لها انا غير قدامي وعمري ما مشيت. صافا عندهم الحاجات فحال اللي كتشوفوا، عندهم السلعه ديال التواركه وديال المغاربه، صافا عندهم الحاجات زعما. بواسون كونجيلي عندهم تاع بواسون فري، يعني ماشي غير كونجيلي. وعندهم ديت هاد الورقه هذه اللي كنت ديجا عملت بها واحد مره الرغايف في رمضان العام اللي فات، كنت نزلت واحد فيديو ايام كتر وكاينه في لاشين ديالي كنت عملته في الاول. عندهم لي فخوي لي جيم ديت، ما عندهم الزيتون حتى هو مزيون، ديت ما عندهم ثلاثة شكالات مزيونين. كامل 3 زوغون كيلو. راه بحال اللي كتشوفو هنا كيبيع الحوت من واحد الجهة، دا الحوت اللي باقي له بحال اللي قال لي كان خصنا نجيو في الصباح، قال لي دابا الدنيا خوات عاد الناس رمضان كلشي كيتسخر. تاني الجهة ديال اللحم يعني ما عندهمش بزاف د الحاجات، قال نورمالمون كيكون عندهم داكشي كتار حسب دا رمضان كلشي كيتسخر. وعاد بلا رمضان دابا هادشي اللي واقع الناس كتسخر بزاف، يعني كيخرجوا كيتسخروا بزاف، يعني الدنيا خاوية شوية. بصافا تاخرت من عنده غير تاخر، واش عاد نسيت ما ديتش اللحم الحريره، عاد مشيت لواحد الجزار تركي من السقف. هنايا جوزنا غير نالدي شوفوا الموضوع ديال بابي تواليت، ما عرفتش شنو هاد القصه عنده مع بابي تواليت. بابي تواليت ما بقاو شي مره ولي سويتو، كاينه غير هذا هما شتيتو صافي. المهم السخره تقريبا عندهم هنايا خاويه في الدي جبرناها، حتى لي فخوي ليغوم ما كايناش بزاف. مي صافا تاخرنا شويه، عاد الساعه ما بقاتش باش نمشيو موطا اخر. كتقولوا لي صورنا زناقي، زناقي كيش عاملين يعني خاويين ماشي عامرين بحال دائما، يعني كاينه واحد الفرق. غير انا في الاول صحاب لي سناك صحابي مشدودين مي مفتوحين، يعني تينا كتقدر تمشي تدي من عندهم وصافي، ولا كيعملوا لي فريزون ما تقدرش تجلس. حواميتي نتوما كتشوفو يعني خاويين ماشي فحال دائما، فهاد الساعة هادي كيكونو مكازات باقي محلولين. يوا ماشي شي فلوغ سبيسيال، غير خارجة قلت نصور لكم معايا. جو بريفير نعمل شي حاجة احسن من هكذا. مي انا شحال ما صورت مع هادشي ديال كلاس في الدار وداكشي، يعني الوقت شويه ماشي الوقت كانا اكثر هي كانا ما كانتش. مي اليوم خارجه قلت نصور واحد فيديو هكذا واحد غير شويه وصافي. مره اخرى كنت قلتكم كاينه جوج د الجوامع قدامي، هو واحد اللي قدامي اللي قريب مني بزاف فحال اللي كتشوفوا عاملين حتى واحد عطاهم لوتوريزاسيون، عملوا حتى واحد السمعه ستيتوا كتبان شي بزاف. راه يلا وري ديك الجهه ديال الرجال، وهنايا موطع ديال النساء. مي مالوغوزمون هاد العام هذا ما يكونش ديك حلاوه د الناس، ما كعناش الاذان حنايا سي انتيغدي بحق، كنشوفوا ديك الناس خارجين بالجماع وداخلين، يعني تما ديك الحلاوه د رمضان. فوالا بحال اللي كتشوفوا الدنيا كوميم عامره، ماشي خاويه مره. كان عيب نعمل ديفيكتون في يدي، وقيلا كلشي كيوقع له هكذا، كنحس براسي بحال شي حاجه في يدي. الوسواس، والله الوسواس الوسواس حقا مزيان، اللهم الوسواس ولا
والله يستر يجي شي حاجه. شنو يا خويا ربي، حنا زعما بغينا نمشي نتاخروا اليوم حيت قلنا رمضان ما كنجبروش السخره ديجا بلا هاد الفيروس. كيكون السخره كتكون قبل رمضان ما كتجبرش كرافاس وطوماطيش حاجات اللي كنحتاجو. مطيشه هلا سالينا السخره، دابا نمشي نوصل ماما وتما نمشي نشوف عزيزه. حنا عزيزه مسكينه جات تحضر هنايا السابع ديال اختي وبقات حاصله هنايا. النهار اللي كانت عندها الطياره قبل ديك شي يومين شدوا لي غوبور، الله بقات هنايا حاصله مسكينه. نمشي نشوفها كنطلع غير الطاقه. عزيزه كنبغيش نقرب له، ما نعرف مو سي جامي. مع مرات قال لك يقدر يكون في كتينه وما تقدر تعطي شي واحد اخر بلا ما تحس به. هنا عزيزه بقات هنايا واختي بقات المغرب. اختي هودت، هي هذيك اللي كانت عندها السابع هودت المغرب، مشات لطنجة ونهار اللي شادو عاوتاني ما بين المدن هي كانت مشات بحال مكناس. صافي الحمد لله مشات عند عقوسه، هاي مع عقوسه وناتوندو تيفتحوا. ما عارفينش دابا فوقاش غيفتحوا، كل واحد شنو كيقول، شي كيقول في الاخر شهر، شي كيقول تن شهر 9، شي كيقول حق باقي ما كاينش شي حاجه كونفيرم. فوالا هنايا جيت مور شي حاجه فارماسي بحال اللي كتشوفوا حتى فارماسي، يعني كيدخلوا جوج مور جوج وكيخليو فرق ما بين واحد وواحد، عاد عاملين هما لي سباس. انا قلت شفت عزيزه وعلى اوبا حتى هو سلمت عليهم، مي غير مور جاجه هكذا، يعني ماشي سبحان الله بحال ما كتسلم شي وما كتدرع شي وما كتجلس شي هكذا قدام بنادم كيجيك الله بحالي ما شتاشي، ماشي بحال بنادم ملي كيكون قريب. ما نعرف ماشي يارت لهم هكذا، صافا غير بعد وصافي، خلينا هذيك مسافه بيناتنا. والله ما السلام ولا ندم، اون سي جامي بنادم يعمل احتياط. ايوا هذا ما كان ان شاء الله يا ربي يبعد علينا هذا الوباء ونرجعوا سبحان الله. دابا عاد لينا كنشوفوا بزاف ديال النعم اللي ما كناش كيبانوا لنا شحال هادي. بعد انا والله العظيم كنا كنقولوا قنطانين مع اننا ما نعملوا نفس الحاجه، بصافي غير نرجعوا نعيشوا ديك الحياه اللي كنا كنعملوا غير السخره في بلاكارات وكنا كنضمروا تماره عاد نرتبوا السخره. كان كيت غير كيطلعنا الدم، شوف سبحان الله عاد كنطلعوا عاد كان نتوايو ديك شي هذاك وصابرين دابا نهار اللي غادي نرجعوا للحاجات ديالنا الطبيعيه عاد نعرفوا بزاف ديال الحاجه. والله الا هذه هاد الوباء هذا جاب ما نعرف جاب بحال واحد درس لينا الصراحه. والله الا واحد درس دابا نهار نعيشوا ما نرجعوا للحياه ديالنا عاد نحمدوا ربي نقولوا الحمد لله كيفاش كنا. ولا البنات صافي دابا نطلع حالي للدار، يلا وصلت مشيت فارماسي. المهم هاد الكام هادي فريمون مزيونه بزاف، ديجا عملتها ودابا مشيت شريت هادي وصيتهم على وحده اخرى عاد غيجيبوا هادي غدا ان شاء الله ما كانتش عندهم. ريدا فالكون سي جامي باش ما نخرجش هاد الايام كامله نجلس في الدار ديال رمضان. غنحاول ما نخرجش يعني لو سالت لي شي حاجه وغنكون يعني مرغومه نخرج وصافي. هاد الكام هادي حتى شي نهار ان شاء الله ونشرح لكم عليها، فريمون مزيونه بزاف عجبتني. وصافي هذا ما كان مهم. كان ديما كنفضل نكون شي فيديوز يعني حسن من هكذا، مي هاد الايام هادي ما عندك ما تعمل فيها يعني غير ما الدار اما السخره. هذا ما كان يعني ما كاينش شي حاجه سبيسيال. المهم غنحاول ان شاء الله في رمضان نعمل لكم فيديو على هاد لاكام هادي ونشوف شي حاجات كوزينه هكذا ولا كتاب صغير شويه مورال. هاني سلامه ان شاء الله شي فيديو اخر ولا كتاب. بيزو سلامه.